31 من أغسطس الماضي لعب الهلال أولى مبارياته في الموسم الحالي، كانت على ملعب جامعة الملك سعود. الهلال يومها انتصر على الفيحاء بهدف دون رد في أولى مبارياته على الملعب الذي تحب جماهيره أن تسميه محيط الرعب. لعب الهلال في ملعب الجامعة 11 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر مرة واحدة. هي الخسارة الوحيدة للهلال هذا الموسم. خسر الأزرق 11 نقطة ممكنة في ملعبه مسجلا 21 هدفا، فيما تلقت شباكه 13 هدفا بمعدل أكثر من هدف لكل مباراة. وللمرة الأولى هذا الموسم فشل الهلال في أن يسجل في مباراة، فبعد أن تعادل دون أهداف مع أحد وقفت سلسلة مبارياته التي سجل فيها عند 23 مباراة، وهو أقل بمباراتين من رقم الأهلي الذي سجله عام 2016. خارج ملعب جامعة الملك سعود لعب الهلال 13 مباراة، منها 2 في ملعب الأمير فيصل بن فهد، كانتا أمام الاتحاد والاتفاق. في المباريات 13 فاز الهلال 11 مرة ولم يخسر، وتعادل في 2 فقط ليخسر 4 نقاط فقط من 39 ممكنة. حتى على مستوى التسجيل كان الهلال أفضل، سجل 33 هدفا ودفاعه كان أفضل، لم تتلقى شباكه سوى 11 هدفا بمعدل لا يتجاوز 8 أعشار. الهلال توج الموسم الماضي بلقب الدوري على ملعب الجامعة، لكن هذا الموسم شهد خسارته لكأس على الملعب ذاته، حين نجح الزمالك المصري في الانتصار على الأزرق السعودي وتوج بلقب السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي إثر فوزه على الهلال بهدفين لهدف.